ملف ليبي طلب 72 نائبا من البرلمان الليبي بعقد جلسة طارئة غدا الاثنين لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون. وقال النواب أنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية وصفوها بالمشبوهة. كما دعا النواب رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات الأمنية للحضور إلى جلسة المساءلة، محذرين من إعلان القوائم النهائية قبل انعقاد الجلسة.